قول يا متولي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام حبيبي، اتفضل. ربنا يزيدك فضل وإيمان. وإياك يا رب ومن يشاهدنا. مشاهدينك جميعا، وأتمنى بس شوية استفاضة من حضرتك نتعلم منك في السؤالين دمت أو الثلاثة. السؤال الأول أنا حضرتك، واحد بقال أو واحد تاجر، أي تاجر عنده سلعة، السلعة بيبيعها مثلا وليكن بجنيه، الأسعار زادت بقت بعشرة جنيه، هل يبيع بالجديد ولا بالقديم؟ وهل لو باع بالجديد هل ده يبقى استغلال؟ وهل لو باع بالقديم هل يبقى زعلان؟ ده أول سؤال. تاني سؤال حضرتك، هل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين؟ هل هنا هنا هل هنا ربنا سبحانه وتعالى اختار اللي هو الجبر الخاطر عن اللي بيصلي، اللي يجبر الخاطر؟ إن كان موضوع الجبر الخاطر ده حتى في الحلقة اللي انت بتقولها الإنسان ما يمشيش الأسرار، هل جبر الخاطر هنا عند الله سبحانه وتعالى؟ طبعا مش أحسن من الصلاة ولا حاجة، ولكن جبر الخاطر ذكر في الآيات بعض العلماء قرأت اللي هو جبر الخاطر في الآيات دي مساوي الصلاة ومساوي اللي هو يعمل كذا ويعمل كذا، اللي هو يكبر بخاطر المسكين ويكبر. هل كلامي ده فيه شيء من الصح وقولك انت في ايه؟ الحاجة الثالثة والأخيرة، هل حضرتك المذاهب الأربعة هل نستفي منها الشيء الطيب والخلافات الموجودة في المذاهب الأربعة؟ هل احنا كناس عميين نشغل بالنا بها ليه وناخد بالأمور السهلة الطيب؟ وأتمنى أخيرا يا ريت اسئلتي تاخد شيء من الوقت مع حضرتك، وشكرا. الله يكرمك ويجبر خاطرك. والاخيره المذاهب الاربعه، نبدا من تحت لفوق. المذاهب الاربعه مش انت تشغل نفسك بيها، يشغل نفسه بيها اللي نظر عمره لها. انت تشغل نفسك بالتوك توك لو كنت سواق توك توك، وتشغل نفسك بالارض اللي بتزرعها، وبعدين هتقابلك مشكله فتروح للنواره لتاج الجزيره للعالم الثقة اللي هو يختار لك. هو ملتزم بمبدأ معين، لأن احنا زي ما قالونا انت شافعي وانت مالكي وانت كذا، فده ما يقدرش يسيب مذهبه. ولكن انت هو يصطفي لك ويختار لك اللي يناسب ظروفك. لكن العوام يشغلوا نفسهم بإيه؟ كل الناس هتبقى فقهاء وكل الناس هتبقى علماء، دي من الطراز الاول والارض تخرب. لا، ما عندنا عامل نظافه لازم يمسك المقشه، وهي دي تبتله الى الله سبحانه وتعالى. وطول ما هو ماشي شايف حاجات وحشه وبيعملها كده بتاع، لا حته دهبايه دي بقى ربنا بعتها لي من السماء مع جبريل ولا اعمل ايه؟ روح للاستاذ يقول له لا تسال عليها وتخلي بالك صاحبها هيجي وكده وكده. يعني لما تعيني مشكله، يعني اول ما دام مثلا خبطته بانجر ولا حاجه في وشه فيقول اطلقها ولا لا، مين نعمل ايه؟ طب لحظه واحده، جبر الخاطر انا ما بسويش حاجه بحاجه يا رجب، بس اهم حاجه في الدين ان ينعكس مردود العباده في المعامله. عشان كده الصلاه جت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لان اللي حيسهو عن صلاته حيسهو عن اليتيم وعن كل الفضائل. السؤال الاولاني بقى بتاعك اللي هو عنده سلعه قديمه وبعدين الاسعار غليت. والله انا في رايي يا رجب يوسط، يعني لو قدر يقلل يقلل، لكن هو لو باع بالقديم يبيع، لو باع بالجديد من حقه ما دام موجود عنده. لكن اذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى. معانا مين يا امي؟